أيتها الطالبة، أيها الطالب، جامعة الإخوة من توري، قسم بين واحد، تضع تحت تصرفكم حساب جامعي يمكنكم من الدخول إلى منصة التعليم عن بعد والبريد الإلكتروني المؤسساتي. للتحصل على حسابك الجامعي، يرجى الدخول إلى الرابط fac.umc.edu.dz. اضغط على إيميل إتوديون. يظهر لك خانتين، الخانة الأولى مخصصة لإدخال رقم التسجيل، والذي يتكون من الرقمين الأخيرين لسنة البكالوريا سلاش رقم التسجيل في البكالوريا. الخانة الثانية مخصصة لتاريخ الميلاد. اضغط على Je ne suis pas un robot. وبعدها اضغط على Chercher. لتأكيد المعلومات، أدخل الحرف الأول من الاسم باللاتينية. يطلب منكم الاطلاع على شروط الاستعمال، ويظهر لكم مباشرة حسابكم الجامعي مع كلمة السر. يمكنكم استعمال هذا الحساب كحساب بريدي مؤسساتي عبر هذا الرابط. وفي منصة التعلم عن بعد تليم. إن لم تستطع الحصول على حسابك، يرجى التوجه إلى القسم لتصحيح المعلومات الخاصة بتسجيلك.